مرحبا، أهلا وسهلا بكم في الدرس الثالث. فكما أن هناك العديد من الأصوات في اللغة العربية التي لا تعرفها اللغة الألمانية، أيضا هناك أصوات في اللغة الألمانية التي لا تتواجد في النظام الصوتي العربي. وحول هذه الأصوات يكون حديثنا هذا الأسبوع. سنتعامل هنا مع الأصوات تش، وسوف نتعرف على صوت غ في اللغة الألمانية والتمرن على تركيب الحروف الساكنة، والتي من خلال خبرتنا لديكم حولها بعض المشاكل، ولكنكم ستتغلبون على هذه المشاكل بقليل من التمرين والممارسة لتتمكنوا من نطقها بشكل صحيح. هناك مثل في اللغة الألمانية يقول: التمرين أو التدريب يصنع الخبير، وعليه فعليكم دائما تكرار كل شيء، وتذكروا دائما أن النطق السليم في لغة أجنبية هو خطوة نحو الأمام للإدراك والفهم التام.